استقبل معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق أول طيار السير ستيوارت بيتش رئيس هيئة الأركان البريطاني وذلك بمناسبة مشاركته في منتدى حوار المنامة للأمن الإقليمي بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقد اشاد معالي القائد العام بعلاقات الصداقه بين البلدين الصديقين منوها بالتعاون القائم بينهما خاصه ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري